سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله. الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في النواحي الفلاحية اللي في شمال الخط في جيكتاتا الصويرة بحال حتى في جنوب بوجدور وباقي النواحي الساحلية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء في العشية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف درعا تافيلات والذهب فاش غادي يبقى شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السوس والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو طالعة ما بين 60-85% في النواحي الساحلية وقل من 55% في المناطق الدخلانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح ولا ناقصة عليها بشي درجة ولا جوج. 21 درجة في عبدة، 23 درجة في الريف، 24 درجة في واد الذهب، 25 درجة في اللوكوس، 26 درجة في المنطقة الشرقية، 27 درجة في السرية الحمراء، 28 درجة في دكالة والأطلس المتوسط، 29 درجة في ناحية سوس، 30 درجة في الشاوية، 32 درجة في ناحية سايس، 33 درجة في الغرب وناحية الحوز، 35 درجة في تادلة وناحية التفيلات، و36 درجة في ناحية الدرعة. إذن الحال غادي يبقى مغيم ولا غالب فيه الصفة مع الشمس والريح فيه غربي وبقوة معتدلة عامة والرطوبة طالعة في السواحل وهابطة شوية ولا متوسطة في المناطق الأخرى والحرارة معتدلة وسط النهار وغادي تكون فيه شوية ديال الشتاء في المناطق الجبلية ديال الأطلس. وهذا الطقس يمكن يشجع بعض الأمراض الفطرية اللي تدير الزرقيط والنقاطي قهويين في الورق وفي الغلة في الشجر ديال الفواكه اللي عندهم العظم في الغلة ديالهم وهذا علاش غادي يخص الاحتياط منهم قبل ما يديروا خسائر كبيرة في هذا النوع ديال شجر الفواكه وإن شاء الله بالتوفيق والله يكمل بخير.